بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض بوكليت رقم 55 ثانوية عامة دور تاني 21. هنبدأ دلوقتي بحل الوثيقة الأولى، وهي عبارة عن كيسك فوزي مي فير، ده العنوان. ماذا تحب أن تمارسه؟ أو ماذا تحب أن تفعله؟ ليزي، اقرأوا سيز إكستريت، هذه المقتطفات دو فور أم أون ليني من منتدى على إيه؟ على النت. شارلوت بتقول جي ديز نيف أن، عمري 19 سنة. جادور لا ميوزيك سورتو لو روك، أنا أعشق الموسيقى وخاصة موسيقى الروك. جي جو دو لا جيتار، أنا أعزف على الجيتار. دون زان جروب، في مجموعة. افيك مي كوبان، مع زملائي. في مجموعة مع زملائي. لوكاس سالي، مرحبا. جي سيزون، انا عندي 16 سنة. اي جابيت اون فرانس، وانا اسكن او اعيش في فرنسا. جادور لي فوتبول، اعشق كرة القدم. جويي بروشان، شهر يوليو القادم شهر 7. جي في بارتيسيبي او شامبيونات دو فرانس، سوف أشارك في بطولة فرنسا. جي سويت اتر ان جراند فوتبالير كوم ميسي، أنا أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم كبير مثل ميسي. بقى عرفنا دلوقتي شارلوت اللي عندها 19 سنة بتحب الايه؟ الموسيقى، وبتعزف على الجيتار في مجموعة مع أصحابها. بالنسبة للوكاس بيحب كرة القدم، وبيقول في شهر 7 القادم هيشارك في بطولة في فرنسا، ونفسه طبعا يكون زي ميسي. الشخصية الثالثة توما، جي دي سيت ان، عن 17 سنة. جي سوي فرنسي، انا فرنسي. مي جابيت ا مدريد، ولكن اعيش في مدريد ام اسبانيا. جيم لا كوزين، بحب الطبخ. اي جي في دو بون بلا، وانا يعني أعمل أطباق جيدة. جد توجور مامير، دائما أساعد أمي أفير لا كوزين في أعمال الطبخ. ده بالنسبة لإيه؟ لتوماس. يبقى توماس هنا الحاجة اللي بيحبها هو الطبيخ. أليكس، جي دي سيت أن إي جي سوي إتيديون أو ليسي فيكتور هوجو إن إيطالي، أنا عندي 17 سنة، أنا طالب في مدرسة فيكتور هوجو في إيطاليا. جادور لا ناتير إي ليزانيمو، أنا أعشق الطبيعة والحيوانات. جيم قال لي على كامباني، أحب الذهاب إلى الريف. شيمي جراند بارو، عند أجدادي. بور فير دو ليكيتاسيون، لممارسة الفروسية. إي دوني أمانجي أو زانيمو دو لا فير، وأطعم حيوانات المزرعة. نادية بقى، جي 18 أن، عندي 18 سنة. جي سوي إيجيبسيان، أنا مصرية. جادور لير، أنا أعشق القراءة. إي إكرير، والكتابة سيغ مون بلوج، على صفحتي على النت. جيم فير دي ريشيرش، أنا أحب القيام بأبحاث. إس إف إي سير إنترنت، والتصفح على الإنترنت. ده بالنسبة للوثيقة يا جماعة. السؤال الأولاني، شوازيسي لا بون ريبونس. رقم واحد، سو دوكومون، الوثيقة اللي فوق دي 18 أنكيت، هي بحث سير نوا ديجون. ليه بالنسبة للشباب؟ لي ناسيوناليتي، الجنسيات. لي بروفيسيون، المهن. لي زاكتيفيتي ديفرانت، الانشطه المختلفه. والاجابه دي الصح. لي تاش ميناجير، اعمال المنزل. لا. اثنين، بور بارتيسيبي اسو فور ام، لكي تشارك في هذا المنتدى. لي جون، الشباب. اون بيزوان، محتاجين ايه؟ دان اطلس، كتاب اطلس بتاع الخرائط. دين كارت دو فرانس، خريطه لفرنسا. دي انترنت، الاجابه دي صح، علشان طبعا المنتدى على النت. ديم جلوب تيريستر، مجسم لكرة أرضية. لا. ثلاثة، توماس اي ايجيبسيا فرنسي اسبانيول ايطاليان، هنا توماس قال ان هو فرنسي. ونرجع طبعا للوثيقة، ادي توماس قول جي سوي فرنسي. السؤال الرابع، لو شامبيونا دو فرانس دو فوتبول، بطولة فرنسا لكرة القدم، دو ايتر اكون فين؟ اون ايتي فصل الصيف، لغايه في شهر يوليو. اما اون ايفيرشيتا، اون اوتون خريف، او برانتور ربيع. لا. خمس، اليكس ايم جوي دو لا ميوزيك، بيحب هنا يعزف موسيقى، ولا مونتي ا شيفال يعني يركب الحصان،
ولا فير لاكوزين يطبخ، جوي او فوتبول يلعب كره. الاجابه رقم سي هي اللي صح، عند مين؟ اليكس بيحب الفروسيه. شوف كده اليكس اول بيقول بيروح الريف عشان يمارس ليكيتاسيون. السؤال السادس، ندى نقط ان، ندى عندها كم سنه؟ قالت عندي 18، يبقى دي سويت. اما دي سنيب 19، سي 16، دي سيت 17. ده بالنسبه لمين يا جماعه؟ ندى عندها 18 عام. كل شويه نرجع القطعه وما نزقش. الوثيقه الثانيه عباره عن خطاب. مين اللي كاتب الخطاب؟ مارك. كاتبه منين؟ من القاهره يوم 6 يوليو. فبيقول شير فرانسوا، عزيزي فرانسوا، كومون اتي باسي تون ويك اند، كيف قضيت عطلتك؟ جيسبير كو تي لا بيان باسي، اتمنى ان انت تكون قضيتها كويس. بوربوا، بالنسبه لي انا جي في تي لانيفرسير دو مونبير، انا احتفلت بعيد ميلاد ابي لو 3 جويي يوم 3 يوليو. اون لوي ا بريباري ان فيت، عددنا له حفلة امبروفيزي مفاجئة. افان لافيت قبل الحفلة، اون افي ان رينيون عملنا اجتماع، بور لا ريبارتيسيون من اجل تقسيم دي تاش المهام، توزيع المهام، يعني مين هيعمل ايه والتاني يعمل ايه الى اخره يعني. ما مير والدتي اي الي او سوبر مارشي، ذهبت الى السوبر ماركت بور فيرلي كورس من اجل التسوق. الى اشيتي دوبان، اشترت عيش، دو بواسون مشروبات، اي دو فروماج وجبنه. ما بتتسير اخت الصغيره، اديكوري لا ميزون، يعني زينت المنزل افيك ما طان، مع عمتي. ما جراندمير، جدتي ابريباري لي بيتزا، جدتي اعدت البيتزا اي لي جاتو والجاتو. مون اونكل ايكري ليز انفيتاسيون، عمي كتب الدعوات. اي مون جراند بير سي اوكوبي، وجدي انشغل بديديغويزمون، بتنكر ديزنفان الاطفال. لو جور دو لا يونيفرسيتي، يوم الحفله بتاع عيد الميلاد. افان لا ريفيدو مون بير، قبل ان يصل ابي. طول موند، كل الناس ابري جاهزه. ديزني فير، ساعه 19 اللي هي الساعه 7 مساء. هنا انستالي لا ميوزيك، شغلنا الموسيقى. مونبير ايت اريفي، والدي وصل. الى ايتي تري جوي، جوي دي يعني سعيد، سوي كونتون. اون امانجي دي ساندويتش اي دي جاتو، اكلنا سندوتشات وجاتوهات. مون كوزان اليكس، ابن عمي اليكس، ايم بوكو لو جاتو، بيحب كتير الجاتو. ال اون ابوكو مونجي، اكل منها الكثير. افيك سيزامي، مع اصحابه. إليجرو هو تخين، إي إني في با دو سبور، وما بيلعبش رياضة. أفان تروازير، الساعة 11 مساء. أون أوفير لكادو، أمونبير قدمنا الهدايا لأبي. إي لافيت سي ترميني، وانتهت الحفلة. تون أمي صديقك مارك. شوازي سي لا بون ريبونس، السؤال الأولاني اللي هو 7 يعني. دون سيت لتر، في هذا الخطاب مارك ديكري، مارك ده بيوصف إيه؟ لا فيت دو سونبير، حفلة والده. لي دي كويزمون، تنكر الأولاد. الجاتوهات والبيتزا. لا ديكوراسيون، ديكور الحفلة، طبعا بيوصف الحفل. 8 إكري ليز انفيتاسيون، مين اللي كتب الدعوات؟ لا سير دو مارك، أخت مارك، ولا لونكل دو مارك، طبعا لونكل اللي هو إيه؟ العم. أما الأم ومارك طبعا لأ، وطبعا عايزين نتاكد من الكلام ده. او مون اونكل ا اكري لي زانفيتاسيون. السؤال 9، لا مير ا اشيتي دو فروماج اوريون، الام اشترت جبنه منين؟ من انهي قسم؟ بردوي دو لا مير، منتجات البحر. فروي اي ليجيم، الفواكه والخضر. فياند، قسم اللحوم. بردوي لتيير، منتجات الالبان. دي صح. 10 لافيت ا كومونسي ا نوات اير، حفلة بدأت الساعة كام؟ فان تروا زير، سيز اير، ديز نف، وتروا. طبعا هنا بدأت امتى؟ رقم بي بتهيألي، يعني الحفلة بدأت الساعة 19. اهي خلاص، يبقى هنا ناخد ديز نف.
رقم 11 لو جور دو سون انيفرسير، يوم عيد ميلاده لوبير دو مارك اي تي، كان ماله كونتون سعيد. اما فاتيجي مورا انه متضايق تريست حزين. لا اليكس اي، الولد اليكس اللي بياكل كتير ده، مانس رشيق سبورتيف رياضي، تيميت خاجول جورماند شره الاكل اكيليا. السؤال اللي بعده مجموعه المواقف 6 3 الاولين كل واحد بدرجه، ما ننساش. 13 فوتر مير ايمالات، والدتك مريضه، كاسك فوديت، هتقول ايه؟ ال سي سون تريبيان، هي تشعر بانها بخير. البروند دي ميديكامبو، تاخد علاج، هي دي صح. الي ام بون سانتي، صحتك كويسه، الي ام فورم، هي في اللياقه البدنيه. لا 14 فودي مانديا فوتر امي، انت تسال صديقك سيكو الى في، ماذا فعل بالامس في المزرعه؟ كيسكيل دي، هو يقول ايه؟ جي رامسي، عايز حاجه طبعا بالماضي المركب، يبقى جي رامسي لي زيف، انا جمعت البيض. اما جي في دو ليسكالات، امارس تسلق الجبل، ده مضارع. جي في دو ني، طبعا دي مستقبل. جي في دو شوبينج، اتسوى، دي مضارع. 15 فوتر بوازان، جارك فودي مات بيسالك، او فوزالي اين تذهب؟ بور فير لي كورس، لكي تتسوى. كيسك فوديت، هتقول الامير، الى البحر، على فارماسي، الى الصيدليه، او سوبر مارشي، دي صح. قالوا بيتقال المستشفى، لا. المجموعه الثانيه 16 فوتر كوبان سيمبون، صديق يستعلم سيو فوتر سبور بريبري، عن رياضتك المفضله. كيسك فوديت، انت هتقول له ايه؟ ثاني صديقك هو اللي بيستعلم عن رياضتك المفضله، كيسكيل فودي، هو يقول لك ايه؟ كل سبورت اون براتيك سيغ لو كور، اي رياضه بنمارسها في ملعب التنس. كل سبورت ام تي فير، هي دي صح. اي رياضه تحب ممارستها. كل سبورت تي دي تيس، اي رياضه بتكرهها. كم مره بتتدرب؟ لا 17 بوردون ني ان كونسي افوتر بي تي فرير، عشان تنصح اخوك الصغير كيسكو بودي، تقول له ايه؟ تي بريفير فير دو بيانو، بقول له انت تفضل العزف على البيانو. تي دي تي ستيفير لا فيسيل، يعني انت بتكره غسل الاطباق. تي ام فير دو سبور، انت تحب ممارسه الرياضه. تي دوا فير دو سبور، يجب ان تمارس الرياضه. الاجابه دي صح، هي دي الوحيده للنصيحه. 18 فودي ماندي افوتر امي، تسال صديق بوركوا فو نالي با على كامبان، انت بتساله لماذا لا تذهب الى الريف؟ هو يقول لك ايه؟ باسكو اليا دولير بير، لن يوجد هواء نقي. باسكو جي بير دي زانيمو، لاني بخاف من الحيوانات. الاجابه دي صح. باسكو جيم لو كالم، بحب الهدوء. باسكو جادور ليكيتاسيون، اعشق الفروسيه. لا، لانه هو ما بيحبش يروح. سؤال قواعد، شوازي سي لا بون ريبونس. 19 اليا كلكان او جيمناز، ده سؤال، هل يوجد، خلي بالنا من كلمه كلكان دي، هل يوجد شخص ما في صاله العاب؟ نو النيا بيرسون، يبقى لما الاقي كلكان اخد كلمه ايه؟ بيرسون، لا يوجد ايه؟ شخص، لان كلمه كلكان دي في الاثبات، سوفون ايضا في الاثبات، ريان طبعا ما ينفعش لان دي لا شيء. 20 ليزم بان اوفر لا تارت الير بارونت، الاولاد او هل الاولاد يقدمون التورته لوالديهم؟ وي ال نوت اوفر لا تارت، طبعا الير بارون ده مفعول به غير مباشر عاقل وجمع، على طول باخد ايه؟ لير، يبقى وي ال لير اوفير لا تارت، يعني نعم هم يقدمون لهم الايه؟ التورته. 21 نو في زون نوت بيتانك، فيرب فير بعد انشطه ياخد الديهات. طب عندنا بيتانك الكره الحديد دي مؤنث، يبقى ناخد لا دو لا، هي اللعبه الوحيده في اللي تلعب بالكوره ومؤنثه، يبقى نو في زون دو لا بيتانك. 22 سيتين فان هذا الطفل جو بيان نقط تنس، عندنا هنا تنس بتلعب بالكوره قبلها فيرب جوي، بياخد ايه؟ يوهات. فاحنا عندنا التنس مذكر، ياخد لها رقم دي، يبقى سيتين فان جو بيان او تنس، لكن دو لا ودي طبعا ما ينفعش، والا طبعا عايزه مؤنث. 23 فاتي ريجاردي لو ماتش، هل ستشاهد المباراه؟ الاجابه نقط، جو دي تيست لو فوتبول، انا بكره الكوره، طالما يكره الكوره يبقى اكيد مش هيتفرج، يبقى الاجابه نو، يبقى نو، جي دي تيست لو ماتش لو فوتبول. رقم 24 هنا اس كي تي فا فيزيتي تي كوزان، يا ترى كل ما تمشيش طبعا، كي برضو لا، كوا تيجي في النص او الاخر، يبقى كوند،
متى أنت سوف تزور تيكوزان ولاد العم؟ 25 لو بونجوير اللاعب الجيد دوا هنا دوا عايز مصدر يبقى على طول سانتريني يجب أن يتدرب جيدا. تاني حاجة إن لو بونجوير ده بتساوي الضمير طبعا ال إذا باخد على طول الاس زائد طبعا الايه المصدر. 26 جوفري دي بلاير انا بقدم ورود ظهور امامير. طب الظهور دي جمع ايه يا جماعه؟ مؤنث، وخلي بالنا عشان ما فيش اي قبل الاس فناس كتير بتتلخبط، اذا ناخد على طول رقم بي لان الاولى دي مفرد ودي جمع مذكر ودي مفرد مؤنث، يبقى انا بقدم الظهور لوالدتي. 27 سي فريز الفراوله ده ايه؟ سنبون جميله جيده اون دوا نقط رمز سي يجب ان نجمعها، عايز ضمير عايد على الفراوله والفراوله جمع يبقى ناخد ايه رقم سي. 28 تي فو نقط ميل العسل، العسل مفرد مذكر يبقى ناخد دو الاولى دو ميل. اما دي طبعا للجمع دو لا مؤنث اي اكس طبعا الجمع ما تنفعش. 29 مامير مين نقط بير دون لو جاتو، والدتي تضع زبدة يبقى أنبو دو قليل من الزبدة في الإيه جاتو لأن بوكو أوتان بوكو عايزة دو أوتان دي للمقارنة موان عايزة دو ومقارنة برضه. الأسئلة المقالية صالي نزلها إليا دي نمبري معين دو ترانسبور أون إيجيب، يوجد العديد من وسائل المواصلات في مصر، كل معين أي وسيلة دوسبورت مواصلات يعني تي برون تركبها. الإجابة جيبرون دو ترام، ممكن تقول جيبرون دو مترو، جيبرون دو بيز، جيبرون دو تاكسي، أي وسيلة. طيب كيس كتي قصدي بوركوا تي بريفير سو مويان، ليه بتفضل الوسيلة دي بالتحديد؟ أقول إيه؟ جي بريفير لو ترام كار لأن إلي رابيد سريع إيه كومفورتابل ومريح، ممكن أقول إلي رابيد إيه موانشير ورخيص. طبعا ما عادش رخيص، أبلو مع السلامة. الموضوع votre mère a mal à la tête، امك عندها صداع. vous faites des courses à sa place، تروح تسوق بدلها. احكي هنا ليو الاماكن واشا حاجات انت اشتريتها. فبقول ما مير ا مال ا لا تيت، والدتي عندها الم في الراس. جي في فير لي كورس ا سا بلاس، يعني انا سوف اذهب للتسوق بدلا منها. دابور اولا جي دوا لي شيل وشير، يجب الذهاب عند الجزار بور اشتي دو لا فياند عشان اشتري لحمه. انسويت بعد ذلك جي في الا فارماسي، اذهب الى الصيدليه. بور اشتي دي ميديكامون عشان اشتري علاج. انفان اخيرا جي في الي الا باتيسري، اذهب الى محل الحلوى. بور اشتي دي جاتو عشان اشتري ايه جاتو. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث انتهينا من بوكلت رقم 55، ويا رب يكون عجبنا. تمنى لكم التوفيق، ومنساش طبعا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.